مشاهدينا اهلا بكم من جديد. تناولنا قيمه واهميه الترجمه في عدد من حلقاتنا لضروريتها واهميتها في ربط الحضارات والاداب والثقافات المختلفه. واحده من هذه الثقافات المهمه هي الثقافه الافريقيه، واللي خصص لها المركز القومي للترجمه مسابقه كشاف المترجمين والخاصه بترجمه الادب الافريقي، واللي اطلقها المركز ضمن احتفالاته باليوم العالمي لقاره افريقيا، داعيا شباب المترجمين المهتمين بترجمة الأدب والثقافة الأفريقية للتقدم للجائزة. وبالفعل أعلنت الجوائز في شهر أغسطس. بنهني كل الفائزين اللي فازوا بهذه الجوائز القيمة، وتبقى دائما الترجمة هي جسر الحضارات، والحرص عليها هو حرص على تقديم كل جديد في عالم المعرفة والأفكار. ومن الكتب اللي كان ليها أهمية خاصة نظرا لمضمونها الرصين كتاب ازدواجية الدين لمؤلفه الفيلسوف الألماني بان أسمن ومترجمه الأستاذ صلاح هلال، اللي بيسعدنا يكون معانا على الهاتف. أستاذ صلاح، أهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور، وشكرا للمداخلة الجميلة. أهلا بيك في أطياف. أهلا بحضرتك أستاذ صلاح. كون الكتاب بيحمل عنوان ازدواجية الدين، ده محتاج توضيح. هو الدين ليه ظاهر وليه باطن، ولا ايه المقصود بازدواجية الدين؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، لان عنوان الكتاب في حد ذاته مثير للجدل، يعني ازدواجية الدين. نعم. المقصود بيها، وده اللي بيشير له الكاتب يان اصلا، ان الدين بيبقى له وجهين، وجه ظاهر معروف للناس او بيسميه الدين للعامه، ووجه اخر خاص. يعني ده ما نطلق عليه الدين الشعبي مثلا؟ ممكن تسميته بالدين الشعبي ودين النخبه. النخبه بتكون متمثله في الكهنه في المعابد على سبيل المثال، لان هو بيضرب المثال للموضوع ده بالحضاره المصريه القديمه. نعم. انها اصل هذا المبدا، مبدا ازدواجيه الدين، إن الكهنة كان لديهم هذه الازدواجية في رؤية الدين، دين يستخدم لإخضاع الشعب ودين آخر توحيدي في داخل المعابد. وإن حتى الازدواجية دي انسحبت حتى على اللغة، فبقى في كتابة للعوام وكتابة للخواص وكتابة لخواص الخواص، يعني في ثلاث درجات من الكتابة. وبيعالج قضية ازدواجية الدين وصولا للقرن ال18، واستخدام ورؤية الدين من خلال الماسونية وصولا للعصر الحديث، بيطلق عليه الدين الخاص ودين البشرية. نعم. يعني رؤية كوزموبوليتانية للدين. الكتاب كمان بيوضح تأثير مصر وتأثير الحضارة المصرية القديمة حتى في مجال الأديان على كل الديانات المختلفة. بالفعل، وده شيء مهم جدا جدا، عشان حتى مش بس نفهم حضارتنا القديمة، ولكن نفهم الحضارات الأخرى الإغريقية والرومانية اللي اتبنت عليها الحضارة الغربية بعد كده. نعم. لأن هم كلهم استقوا من الحضارة المصرية القديمة فكرة الازدواجية، في ازدواجية الدين، ولكن مع بعض التغيير. لأن المصري القديم زي ما بتشير، يعني أحدث وأهم الدراسات الحديثة، لم يكن وثني، يعني ما كانش بيعبد أصنام ولا كان بيعدد الآلهة، ولكنها كانت بمثابة قوة مختلفة في الطبيعة مثلا، أو قوة تعبر عن قوة عليا كان بيقدسها، ولكن كان يعبد إله واحد. نعم. فده انتقل للحضارة الإغريقية والرومانية، ولكن بشكل وثني، فتعددت بقى الآلهة والأساطير المنشقة، يعني أو المشتقة من القصص اللي أخذوها عن المصريين القدماء. لو قلنا لحضرتك تقول لنا عبارة ممكن يستفيد منها القارئ العادي، القارئ الشعبي، مواطنينا يعني أهلنا العاديين، اللي ممكن يتخض من مثل هذا العنوان، تقول له إيه وتبسط له المفهوم ببساطة في عبارة موجزة، نقول هذا العنوان أو هذا الكتاب الهدف منه إيه وإزاي بيعبر عن الروح المصرية؟ أقدر أقول للقارئ إن الكتاب ده بينير الطريق أمامك، إنك تنظر للخطاب الديني بوعي أكبر،
يعني لما حد بيكلمك في الدين لازم تسأل نفسك هو بيعبر عن انهي دين، الدين الحقيقي الإلهي الموحى به، ولا بيعبر عن استغلال معين للدين، نعم، تسييس للدين على سبيل المثال. وده كان من أهم المواضيع برضو اللي بيعالجها الكتاب، فكرة تسييس الدين. فالكتاب هو مش بيتهم الدين بأنه هو مزدوج تماما، هو بيتكلم على استغلال الدين بالضبط كده. في نهاية المداخلة بشكر حضرتك أستاذ صلاح هلال مترجم كتاب ازدواجية الدين.